احنا كده لايف. اهلا يا شباب، احنا النهارده زيكم جايين نتكلم على حل مسابقه الاسبوع الثاني من مسابقه اجايل بالعربي اللي بنعملها كل سنه في رمضان. المسابقه السنه دي عشان السكرام ماسترز نساعدهم ازاي ان هم يشتغلوا ويشوفوا يساعدوا الفريق بشكل احسن. السؤال بتاع المره دي ايه؟ السؤال بتاع المره دي ان احنا تعالوا نشوف ازاي نقدر ان احنا نخلي الفريق يعلي جودة الشغل بتاعته، او ان احنا عايزين لما نبقى خلصنا حاجة فعلا في السبرنت متأكدين ان هي خلصت ومش عايزين يبقى فيها مشاكل وحاجات تكمل معانا بعد السبرنت وهكذا. طيب المشاكل اللي بتطلع وبتخلينا محتاجين نغير حاجات في شغلنا ونعيد وكده بيبقوا حاجتين. اول حاجة ان احنا بنعمل شغل غير اللي مطلوب اصلا، الشغل يعني بيجي البرودكت اونر او اليوزر او بقى الكاستمر يستلم ويقول لك لا مش ده اللي انا عايزه، فدي حاجه بتخلينا نعمل ريورك وبتخلينا اقول لك لا الشغل ده مش حلو، او بيبقى هو ده فعلا احنا عايزينه والحاجه مفهومه صح ومطلوبه صح بس الحاجه مش شغاله بالشكل المطلوب، فيها باجز، الهابي سيناريو هو بس اللي شغال وفي كورنر كيسز كتير مش شغاله، او بيبقى في يعني الهابي سيناريو نفسه ساعات مش بيبقى شغال. فكل دي مشاكل بتحصل بتخلينا عايزين نظبط شغلنا ومش عايزين نقعد نعمل ريورك كتير، لا احنا نقعد نحل الباجز كتير، خصوصا ان احنا بعد ما بنخلص طلع الحاجة لايف كأنها لايف ايشوز، فبتبقى حاجة صعبة قوي ان هي نبدأ نظبطها، ولا ان احنا عايزين ان احنا نشتغل على حاجة وبعدين يرجع مش ده للكلاينت عايزه او مش ده للمطلوب فنبدأ ان احنا نعيد ونزيد فيه. برضو هنا يجي ان احنا محتاجين نشوف، طيب اول حاجة انت محتاج تحدد المشكلة دي منين، هل هي فعلا مشكلة requirements، هل احنا فاهمين الحاجة غلط فبنعمل حاجة غير المفروض نعملها، ولا هي مشكلة quality ان احنا بنعمل الحاجة فاهمينها صح بس بننفذها بشكل مش صح وبننفذها غلط وهكذا. فعشان تحدد ده محتاج تعمل ايه؟ محتاج تشوف انت في اخر السبرنت هي فين المشكلة بالضبط، ايه اللي بيحصل. تمام؟ فهيبان لك قوي ان لا احنا ما كناش عارفين السيناريو ده، يعني بنقعد في ريتروسبكتيف ونشوف الكلام اللي احنا طلعناه ده مش مظبوط ليه، يا اما الكلام ده ما تقلناش قبل كده فدي طبعا دفعت لي مشكلة requirements، يا إما الكلام ده ده سيناريو ما جاش على بالنا، أو إحنا شرحنا ده بس مش مكتوب فنسيناه، أو شرحنا ده بس غلط، يعني ما فهمناه غلط، أنا فهمت كذا 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 بدل ما فهم السيناريو المطلوب، أو إن إحنا يعني شرحنا الكلام ده وكنا فاكرين هو هيتعمل بعدين، البرودكت اونر متوقع إنه هيتعمل دلوقتي. كل دي حاجات بتخلينا يبقى نسانس ان احنا عندنا مشكله في الريكويرمنت هنا، البروسيس بتاعه ان احنا نشرح الريكويرمنتس لحد ما تتسلم فيها مشكله. تمام؟ على الناحيه الثانيه ممكن يبقى فيه مشاكل كواليتي، اللي هو ايه؟ السيناريو ده شغال بس فيه بج، الحته دي تكنيكالي صعبه، الحته دي كانت موجوده بس احنا نسينا نقرا يوزر ستوري، يعني يوزر ستوري مكتوبه وتمام وكل حاجه بس احنا نسينا نقراها، او ان احنا ما رجعناش عليها قبل ما نسلم، الديفينيشن اوف دان بتاعنا مش واضح، مش عارفين ايه ده، هو احنا كان لازم نحل كل البوكس دي قبل ما نسلم، لا ما احنا خلصناها كده وخلاص. ده يديك انديكيشن ان جوده الشغل نفسها او الفريق نفسه مش عارف يخلص صح. ده ممكن يكون بسبب ضيق الوقت ان احنا عملنا استيميشن لحاجات كتير وحاولنا نعمل حاجات كتير، ممكن يكون بسبب انتربشن زي اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت ان احنا دخل علينا حاجه فلبختنا فما بقيناش قادرين ان احنا نسلم اللي كنا متفقين عليه، يعني مش كروتنا بس خلصنا بسرعه فما لحقناش نتست وهكذا. ممكن يكون بسبب قله الريسورسز بتبقى ان احنا معناش تستر مثلا، او الناس معانا مش اكسبيرينسد قوي، برضو دي تعتبر يعني قله الاكسبيرينس عند الناس فلسه مش عارفين يعني نشتغل باحسن شكل ممكن. تمام؟ فدول المشكلتين اللي بيخلونا نيجي في اخر السبرنت نلاقي لا ايه ده احنا ما خلصناش، احنا قفلنا شغلنا وتمام وحاولنا نقفل وكل حاجه واشتغلنا جد جدا وكل حاجه تمام بس ما خلصناش المفروض نخلصه.
حلو. اول مشكله، مشكله الريكويرمنتس، نبدا نحللها واحده واحده ونشوف بقى هو المشكله فين بالظبط. هل ما بنقعدش كفايه نشرح فنعمل باكلوج جرومينج ونعمل يوزر ستوري رايتنج ورك شوب عشان نشرح وناس تفهم وتسال ونجاوب والكلام ده كله؟ هل ده هيبقى حلها لو الريكويرمنتس مش واضحه للناس؟ هل ما بنكتبش الحاجات دي، بنقعد نشرح نشرح بالبق كده، او الحاجه مش بتتشرح لكل الناس؟ ده عرض برضو بيحصل مع الناس كلها، ان احنا ساعات بنشرح لواحد ونسيب بقيه التيم، وبعدين بقيه التيم ما بيبقاش فاهم نفس اللي الواحد ده فاهمه، بنقول لهم الكلام بقى بشكل مختلف، فيحصل عندنا مشكله ان احنا مش كل الناس فاهمه نفس الحاجه فيطلع مشاكل في الريكويرمنت. هل بنشرح بس ما بنكتبش؟ دي برضو نقطه مهمه جدا. هل بنكتب الكلام ده بعد كده في acceptance criteria، في document ايا كان بنكتبها ازاي، as user stories او بتكتبها في document او whatever؟ ده مهم قوي ان احنا بعد ما شرحنا ايوه وبعدين طب الناس هتفتكر ازاي، الناس هتراجع ازاي الكلام ده، الناس كلنا هنتاكد ان احنا كلنا فاهمين نفس الحاجه. مهم قوي ان احنا نكتبها ونراجع عليها، وبعد ما بنكتب الكلام ده ونراجع عليه ونتفق عليه في الميتنج ما نغيروش بقى، عشان اي تغيير هيحتاج شرح من اول وجديد. تمام. دي النقط اللي بتفرق معانا في الريكويرمنت. وطبعا مهم وجود البرودكت اونر يكون عنده كاباسيتي ان هو يتابع مع التيم، لو ظهر كيس ما كناش اتكلمنا فيها يكون موجود فيسالوا، يعني يحضر معهم الستاند اب مثلا، فلما بيبقى فيه كيسز ما اتكلمناش فيها او في بوجز مش عارفين حلها ايه والكلام ده كله، يبدا هو يتكلم معاهم ويوجههم ايه المطلوب يتعامل علشان البيزنس وايه البريوريتي بتاعه البوجز دي والكلام ده كله. تمام. وهنا دور السكرام ماستر انه لو لقى حاجه زي كده يبدا يشوف مع البرودكت اونر ازاي يساعده ان هو يوصل الريكويرمنتس للتيم باحسن شكل ممكن، عشان دي نقطه مهمه جدا. فكره ان السكرام ماستر ليه دور مع البرودكت اونر ان هو يخليه قادر يساعد التيم ان هم يفهموا الريكويرمنتس احسن شكل ممكن. هو مش مانجر للبرودكت اونر ولا مانجر للتيم، بس هو بيكوتش الاثنين علشان يعرفوا يتعاونوا باحسن شكل ممكن. ممكن هنا تبقى مشكله شويه ليها علاقه بالكلتشر، ان التيم بيتكسف يسال، بيتكسف يقول مش عارف، بيتكسف يقول مش فاهم، فدي برضو حتى السكرام ماستر ممكن يشتغل عليها. فكره ان احنا لو انت مش فاهم الريكويرمنتس قول، ما هو انت في الاخر لو انت مش فاهمها هتسلمها غلط وهنيجي كلنا في الاخر يبقى عندنا مشكله. لو انت مش فاهم الريكويرمنتس لا انت تقول ونشوف ازاي نبدا نشتغل عليها سوا علشان نبقى قادرين ان احنا دايما نسلم الحاجه المطلوبه مننا وما نعملش عليها ريورك ملوش لازمه. يعني طبيعي ان احنا ممكن ناخد فيدباك ونغير ونعدل وهكذا، ده طبيعي جدا، بس المهم ما يبقاش ريورك ده كان ممكن اتفاداه بشويه كوميونيكيشن او بشويه دوكيومنتيشن او الكلام ده كله. الحته دي تقدروا تعرفوا عنها اكتر. اليوزر ستوريز حاجه مهمه قوي، طريقه كتابتها، ازاي بتهتم باليوزر، ازاي بنكتب اكسبتنس كرايتيريا، ازاي بنشرحها للناس، الورك شوب ده عامل ازاي، كل الكلام ده مهم جدا. تقدروا تشوفوا الكورس بتاع يوديمي بتاع اجايل ريكويرمنتس اند بلاننج، او تقدروا تشوفوه على اليوتيوب. في جزء صغير عنه طبعا مشروح في الكورس اكتر، بس في جزء برضو عن يوزر ستوريز في اليوتيوب في اجايل برودكت اونرشيب فيديو. تمام. ده بالنسبه للمشكله الاولى. طيب المشكله الثانيه ان احنا فاهمين ريكويرمنتس كل حاجه تمام، بس احنا مش عارفين نظبط الكواليتي بتاعتها. اول حاجه اللي هي الـ definition of done، احنا محتاجين نعرف يعني ايه الشغل ده جاهز انه يتسلم. تمام. فنبدأ ان احنا نشوف طيب الـ definition of done ده نتفق مع التيم عليه ومع البرودكت اونر، ودايما التيم يراجع معايا. وهنا يجي دور السكرام ماستر. السكرام ماستر مهم ان هو دايما يفكر التيم بالـ definition of done، دايما يفكرهم ان هما مش خلصوا التاسك ديفلوبمنت فهي خلصت، لا ده انت محتاج ان يبقى فيه حاجات تانية بتتعمل، وانت محتاج ان يبقى فيه شغل تاني لسه فلازم تعمل حسابه. ده نفكره بيهم طبعا طول السبرنت، ونفكره فيهم في السبرنت بلاننج كمان. يا جماعه انتوا عاملين حسابكم ان انتوا هتخلصوا الثلاثه اربعه ستوريز دول متقفلين بالبجز بالديفينيشن اوف دان بتاعنا، اللي هو فيه 1 2 3 4 في تقفيل البجز، في البرفورمانس تيستينج، في يونت تيستينج، في وات ايفر اتفقنا على ايه. فهم هنا يبداوا يظبطوا الاسمت بتاعهم برده شويه، ان هم يبقوا عارفين ان هم لازم يخلص الحاجه متقفله. دي اول نقطه. تاني نقطه هتبقى في السكيلز بتاعت الناس نفسها. يعني مثلا فكره ان انا
ممكن تكون الناس تكنيكلي لسه مش فاهمه البروجكت, او تكنيكلي التكنولوجي دي جديده عليها, او تكنيكلي يعني لسه مش الحته دي صعبه مش عارفين نعملها, محتاجين مساعده فيها. هنا برضو يجي دور السكرام ماستر. لو عندنا متاح في الشركه حد يساعدنا, حد مور سينيور, حد اركتكت, حد في حد في الشركه يقدر يساعدنا, يبدا السكرام ماستر يساعدهم في ده, ان هو يبقى يعني يتكلم مع الشخص ده ويخليه يطلع شويه من وقته ان هو يبقى افيلبل ان هو يساعدهم. او لو مش كده اتليست نبقى عاملين حسابها في الوقت. ودي نقطه مهمه جدا, فكره الاستيميشن. احنا ساعات كتير بنطلع شغل مش مظبوط علشان بندي استمت اقل. طيب انا مش عارفه اللايف لسه شغال ولا لا. لو احنا مش غالبا اللايف لسه شغال, لو احنا مش قادرين ان احنا تاني, احنا كنا بنتكلم على الاستمت. انا بس عندي السكرين الدنيا وقفت مش عايز يبلاي الفيديو, فبس بحاول اتاكد. طيب لو احنا بنتكلم دلوقتي على الاسمت, احنا ساعات كتير بندي شغل مش مظبوط علشان عملنا له اسمت قليل وبقت لهوجنا ان احنا نسلمه, فيطلع في باجز لسه وفي حاجات ما لحقناش نحلها, في حاجات امبلمنتيشن ما خدناش بالنا منها وهكذا. تمام, فدي مشكله محتاجين ان احنا نبدا ان نبص واحنا بنقسمت ندي نفسنا الوقت اللي احنا نعرف نخلص فيه الشغل مظبوط. مش لازم نحط بافر كبير, مش لازم نحط حاجه هي مش يعني مش هنأمن نفسنا وخلاص, بس على الأقل لازم ندي أستمت نكون قادرين يعني متوقعين الحاجة تطلع فيه تمام ومتزبطة, ما نلهوكش الدنيا على نفسنا عشان نقدر نطلع شغل. لأن أنت لو عملت الدنيا طلعت شغل كتير بس الشغل ده فيه بجز ومش متقفل وفيه مشاكل, غالبا هيبقى هترجع تعيد الشغل ده تاني ويبقى عندك بجز والشغل يطلع مش حلو, ما استفدناش حاجة, يعني ما حدش استفاد أي حاجة في القصة دي خالص. فهنا النقطه دي مهمه قوي كمان, ان انت تبدا ان انت تاخد شغل على قد اللي انت تقدر تخلصه, المهم ان انت تخلصه صح. ممكن يبقى فيه برضو مشكله في الحته دي, مش بقى في الستوري نفسها او مش في الفيتشر نفسها اللي انت بتعملها, لا بتكون المشكله في حاجه قديمه انت ما بتبقاش عارف انت دخل تعدل فين. فلما تدخل تعدل, انت خلصت شغلك بس بتضرب في كل حته تانية, لا لازم برضو تبقى عارف انت دخل تعدل فين وتبص على الكلام ده. ممكن بنبص عليه في السبرنت بلاننج, ده براكتس بينفع معانا قوي, ان احنا لو داخلين نعدل في حاجه قديمه نبص على الكود في السبرنت بلاننج ونشوف هل هو هعدل فين وفين ان انا المفروض تست او اخلي بالي ايه المشاكل اللي ممكن تطلع معايا في الكود, او ايه المشاكل التغييرات بتاعتي ممكن تعملها فتخليني ان انا ابقى قادره اشتغل على حاجه زي كده. يعني ابقى عامله حسابي ان انا هعدل في حته ومحتاجه تستها, فابقى قادره ان انا استمت الموضوع ده. تمام, طبعا بيقابلنا برضو حته الكود القديم. لو الكود القديم نفسه هو مش مكتوب كويس او الكود فيه مشاكل نفسه, فطبعا دي برضو بيبقى ريسك بيخلينا ان احنا كل ما نمد ايدينا في الحته دي تطلع فيها باجز كتير. ساعات بنحتاج نعمل ريفاكتورنج لحته ونزود الشغل بتاعها شويه, نزود الوقت بتاع الشغل بتاعه شويه, بس بحيث ان احنا لما نعمل شغل برضو يطلع شغل مظبوط. كل ده السكرام ماستر محتاج يشجع الناس ان هي تتكلم فيه. انتوا شايفين ايه, انتوا شايفين محتاجين ايه, طب الحته دي تمام هنعدل في حاجه, طب هتاثر فين, هل محتاج تعمل ريفاكتورنج. وطبعا لو في حاجه الاسمت بتاعها هيبقى كبير عشان الكود القديم او كده, محتاجين نرجع تاني نبلان مع البرودكت اونر او هو يكون قاعد معانا طبعا في السبرنت بلاننج ويسمع الكلام ده ونبقى عارفين متفقين احنا الشغل بتاعنا هيخلص ازاي. تمام, فده هنا دور السكرام ماستر ان هو ياخد باله هي اصلا مشكله فين. لان انا دايما لما بقابل ناس التيمز او عاده الشكوى دي مش بتيجي من التيم, بقى بتيجي من المانجر. الشغل مش حلو, الشغل مش مظبوط. ايوه يعني ايه مش مظبوط؟ طب ما ممكن تكون المشكله في الريكويرمنتس نفسها. فاول نقطه مهمه ان انت تبدا تشوف المشكله منين وهتبدا تشتغل عليها مع الناس. ممكن تكون مشكله في حاله الريكويرمنتس مش من البرودكت اونر نفسه, ممكن تكون مشكله في طريقه التعامل مع الكاستمر, او من الكاستمر نفسه ممكن يكون مش متاح ان هو يدينا الريكويرمنتس المطلوبه, ممكن يكون بيغير رايه بسرعه.
فنبدأ نشوف طب ازاي هنتعامل مع ده، نقلل فترة السبرنت او ان احنا نبدأ نشوف ازاي طب نوصل لمين متاح، طب نوصل ازاي اسئلة اكتر، طب ازاي ناخد ابروفر من الكاستمر وهكذا. بس المهم ان احنا نبدأ بتحليل المشكلة ونشوف الروت كوز بتاعها ايه، ومش دايما هتبقى من الفريق، دي حتى مهمة، ممكن تبقى من بره الفريق. فلو من بره الفريق دور السكرام ماستر كتشينج ايجنت ان هو يحاول مع البرودكت اونر ان هو يحلها، لو من جوه الفريق دور ان هو يساعد الفريق ان هو يعرف مشكلته ويحدد ايه اللي بيحصل ويبدأ يشتغل معهم واحدة واحدة على الحل المشاكل دي، زي ما قلنا دايما طبعا في الريتروسبكتيف والكلام ده كله. طيب ده بريفلي المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها المرة دي، ودي الحلول المقترحة ليها. نبدأ نشوف طيب مين اللي فايز. الحقيقة انا عندي المرة دي حاجة عظيمة جدا، ان في 6 جاوبوا الاجابة صح، ودي حاجة عظيمة جدا. معانا مكملين ضحى وخلود وريتا، 3 ما شاء الله اجاباتهم عظيمة جدا. ومعانا كمان عبد الهادي، عبد الله محمد عبد الهادي، برضو اجابته عظيمة، وبيتكلم برضو على الحتة بتاعت الكاستمر وان هو ازاي يراجع العقد وازاي ان هو يتأكد بقى ان السورس نفسه تمام ولا لأ. معانا نهى زكريا. فالحقيقة انا مش قادرة احدد 3 بس، هم بصراحة 6 معانا جاوبوا اجابات عظيمة، فال6 هيبقوا included معانا في كمشتركين في الآخر، ونشجعهم ان هم نشوف بقى مين اللي هيجاوب معانا المسابقة الجاية ومين اللي هيدخل في الفاينل معانا. فال6 عندهم فرصة ان هم يفوزوا. اقدر اقول ان الاولى المرة دي هي خلود، لانها بصراحة جاوبت اجابة to the point، واضح ان هي حلت المشكلة دي قبل كده. فمرسي يا شباب، الحقيقة يعني الشباب عاملين شغل هايل، وفعلا قادرين ان هم يفرقوا بين المشكلة، سواء هي عندنا مشكلة مع requirement نفسها، ولا عندنا مشكلة مع ال process بتاعت التيم. طيب ده بالنسبة للأسبوع ده. طيب ايه بقى الاسبوع الجاي عشان الشباب الستة اللي اشتركوا معانا والناس المكملة والناس الجديدة، ايه بقى المرة الجاية؟ طب احنا let's assume ان احنا بقينا نعرف نسلم حاجة كل سبرنت زي ما اتكلمنا في اول اسبوع، وكمان ان احنا بقينا نطلع الحاجة زي ما مطلوبة مننا، بس لسه عندنا مشكلة ان احنا مش بنقسمت صح. تمام، يعني احنا خلاص تمام بقينا نطلع حاجة تمام، ما بقيناش نتلهوج ونطلع حاجز فيه ايشوز، بس لما بنطلع مثلا بنعمل بلاننج لخمسة ستوريز بنطلع منهم 3 او واحدة، معرفش، دي برضو مشكلة بتقابل فرق كتيرة جدا، فان احنا بنعمل قسمة الحاجات كتير وبعدين ما نطلعهمش كله. طيب نشوف بقى احنا ممكن نحل المشكلة دي ازاي ان انا اقدر اساعد التيم ان هم يعملوا قسمة صح، ان هم يعني يبقوا عارفين قادرين يحققوا قد ايه، بحيث ان هم يسلموا حاجات متقفله كل سبرنت، وكمان يسلموها بكواليتي عاليه من غير ما ان انا اثر على التسليم ولا اثر على الكواليتي. طيب ايهاب، ايه السؤال اللي انت كنت عايز تقوله؟ ايهاب معنا لايف على اليوتيوب، انا طالع لايف على اليوتيوب والفيسبوك نفس الوقت، فاعذروني لو بتشتت. ايهاب انا محتاجه اسمع سؤالك دلوقتي، او لو عندنا اي سؤال تاني على الفيسبوك كمان. ما عندناش أسئلة على الفيسبوك، ماشي عظيم. طيب ايه السؤال اللي على اليوتيوب؟ اما تاني إيهاب تقدر تكتبه وهبقى رد عليك وانس ان انا اشوفه. فدي اخر المسابقة، ده اخر اسبوع المرة دي، هنتكلم على ازاي نساعد التيم ان هم يأستميتوا شغلهم بشكل احسن، بحيث ان احنا نبقى قادرين نعرف احنا داخلين سبرنت نعمل ايه بقد ايه، ونقدر ان احنا نطلع ده نطلع حاجة مقفلة كل سبرنت، وكمان بهاي كواليتي، وكمان as planned. مرسي جدا ليكو يا شباب، اشوفكم السبت الجاي تقريبا زي دلوقتي السبت بالليل كده، وان شاء الله بعد كده
السبت الجاي هقول لكم بقى ازاي هنفاينلايز كل الناس اللي كانوا كل الناس اللي شاركت معانا. احنا معانا دلوقتي 6 جو معانا حاجات صح، فده عظيم جدا. نشوف بقى ازاي نفاينلايز بينهم، ونشوف ازاي ان احنا مين اللي هيبقى الفايزين في اخر المسابقه. الجوائز اللي احنا بنتكلم عليها هو خصومات على السكرام ماستر منتورشيب لمده 6 شهور، الاول 75% خصم، الثاني 50%، الثالث 25%، والمفاجاه ان او مش مفاجاه، انا قلتها 100 مره يعني، ان كل الناس اللي اشتركت هيبقى ليها خصم 10% كمان. ميرسي ليكم يا شباب ولمجهودكم، واشوفكم على خير السبت الجاي ان شاء الله.